حكومات مشات وجات والحالة هي هي، عيتونا بالشعارات والمريض الضحية. حكومات مشات وجات والحالة هي هي، عيتونا بالشعارات والمريض الضحية. هذا المغرب الله كريم، لا صحة لا تعليم. المغرب الله كريم، لا صحة لا تعليم. هذا عيب هذا عار، والصحة في خطر. هذا عيب هذا عار، والصحة في خطر. الأطور قمعتوها والصحة بعتوها. الأطور قمعتوها والصحة بعتوها. حكومات الشعارات خويتو كاع سبيطارات. حكومات الشعارات خويتو كاع سبيطارات. هذا عيب هذا عار، والصحة في خطر. فلوس الدواء فين مشات؟ سويسرا والحفلات. كنا سبقنا درنا ندوة صحفية اللي طرقنا الوضعية الصحية، وسبقنا درنا وقفة احتجاجية اللي سميناها وقفة تبيئة دمة، ودابا كنبدو هاد الوقفة الاحتجاجية اللي هي كتجي تقريبا بعد مسار لعينا محاولات اللي نتفاداو هاد المشاكل اللي كتخبط فيها قطاع الصحة. كما كتشوفوا نفذ المكتبين الإقليميين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كل من تطوان المضيق نيدا، هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كنحتجوا بها على الحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي الإقليمي، واللي بخلال هذه الوقفة قمنا باستبدال الوزراء ديالنا العادية البيضاء بالوزراء السوداء اللي كتعبر على الحالة النفسية ولا العامة اللي كيعيش بها جميع قطور الصحة بالمستشفيات، للدرجة اللي وصلنا حتى درجة التدهور لا يمكن أن تطاق. وبذلك راجع للسياسة المتبعة للمسؤولين اللي أدت إلى اللي كانت زيارة اليد عن قطاع الصحة، اللي كنشوفوا ان الحاله اللي مزريه اللي وصل واحد الخصاص مهول لا في الموارد البشريه ولا في النقص الحاد في الادويه والمستلزمات الطبيه، لدرجه ان اصبح المستشفى لا يتوفر على ابسط الاشياء لتقديم العلاجات الضروريه للمريض اللي كيضطر في جميع الاحيان لان يقتني هو بنفسه ما يخصه من مستلزمات. المحنة والمريض في المحنة. فلوس الدواء فين مشات؟ في سويسرا والحفلات. سبيطارات خويتوها والراميد كذبتوها. سبيطارات خويتوها والراميد كذبتوها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.